تحية وأجمل تحية تأتيكم متجددة مع تجدد هذه الأشواط مشاهدينا الكرام. شوط رئيسي لا يقل وزنا ولا أهمية عن الشوط الذي انتهى بفوز الظبي المملوك الخليفة بن سالم. بطبيعة نعود مع هذا الشوط أيضا لفئة الجعدان في سباق الحلفة، ونقترب من الصدارة، نقترب من المركز الأول، ونتابع شاهين حمد بن خليفة، حمد بن خميس بن سلطان العويسي على المركز الأول. المركز الثاني، المركز الثاني القادم من الجانب الآخر اللي مر عليهم مرور الكرام، هذا يتقدم الآن شاهين محمد بن حمد العويسي. أما المركز الثالث، المركز الثالث أرى في ثالث المراكز شاهين حماد بن عبيد بن علي بن معدن، هذا خطير أيضا، خطير واخطر من خطير. ناخذ المركز الرابع، المركز الرابع والثالث شاهين خليفة بن سلطان بن رشيد على المركز الثالث والمركز الرابع. المركز الرابع القادم هذا شاهين حمد بن خميس بن سلطان العويسي. هذه الأسماء مشاهدينا متابعينا الأعزاء المتقدمة والمندفعة. هل نعود مع المركز الأول؟ هل نعود مع الصدارة؟ مع المركز الأول شاهين حماد بن عبيد بن علي بن معدن، من يقدم جديدة في هذا السباق ويتقدم بالمركز الأول. ولكن الثاني شاهين خليفة بن سلطان بن رشيد، الله الله الله، سرعة سرعة سرعة، مر وطاف وعبر وراح 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 بالمركز الأول. سلام يا راعي شاهين، سلام سلام الخليفة بن سلطان بن رشيد الاجتبي، نهني على فوز شاهين بالمركز الأول. تهانينا أو الناموس المركز الثاني بن معدن، المركز الثالث، المركز الثالث كان من نصيب، والله ما شفنا رقمه، كان الرقم غير واضح لدينا. نترك المسؤولية عند إخواننا أعضاء لجنة التحكيم. دقيقتين و14 ثانية، دقيقتين و14 ثانية هو التوقيت الزمني الذي تحقق في هذا الشوط. تهانينا والناموس لكل الفائزين. هكذا مشاهدينا الأعزاء استمتعنا في هذا الشوط وشاهدنا وراقبنا أيضا هذه الأسماء الحاضرة، هذه الأسماء المندفعة، هذه الأسماء التي نالت على شرف الناموس وشرف أيضا الانتصارات. أفضل توقيت مع سراب المخمري، سراب المخمري الذي سجل أيضا بأحرف من ذهب، دقيقتين وست ثواني، دقيقتين وست ثواني التوقيت الأفضل الذي تسجل في صباح هذا اليوم هنا في ميدان الهباب، أحد أفرع ميادين.